بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين بدون عنوان من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. نمسي عليكم بالخير طبعا في هذا اليوم الثلاثة 2 رجب لعام 1436 هجرية الموافق 21 أبريل لعام 2015. تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني معنا وائل، من الإخراج الإذاعي معنا اللي دائما موهقني محمد الذهب يطلعني على الهواء بدون ما ينبهني، جزاه الله خير. طبعا دائما بيكون جاي إن شاء الله، بيواظب وياي في الحلقات الجاية إن شاء الله. بتشوفون محمد الذهب دائما يوهقني هالوهقات. طبعا أخوي الصغير اعتز فيه واتمنى ان شاء الله يتزوج في القريب العاجل لانه عازف عن الزواج. وكذلك في الاعداد والتقديم اخوكم يعقوب يوسف العوضي، ومثل ما وعدناكم طبعا معنا الاستاذه وداد لوتا، ورحبت فيه قلت مستحيل ما انسى. ومعنا طبعا المستشاره الاسريه والخبيره الاسريه الله يسلمك، حلاله المشاكل مقاومه الكثير من السلوك المعوج عند بعض الازواج والزوجات، الاستاذه طبعا المستشاره الاسريه وداد لوتا. نرحب فيك استاذه وداد. الله يحييك يا ابو يوسف. اول شيء انت ما كنت متواصل مع الجمهور. انا ما كنت متواصل مع الجمهور، كنت حافظ المقدمه وكنت العب بال ما خلاص، هي شغلة بديهية استوت. أنا قاعد أتواصل، أنا أعلن عن البرنامج. لا فلانية. أنت بهالطريقة ما تخليهم هم يقبلون عليك. الحين بتشتغل علي عاد. إذا أنت تبغي الناس تقبل عليك لازم أول شيء تشوفهم. ما هم اللي يقبلون علي الحين يسمعوني فهم عارفين أني يعني معاهم، بس يشوفونك بعد. لا ما يشوفوني. لا بعضهم أكيد سهران عند التلفزيون إن شاء الله. والله تحياتنا لهم للي سهرانين على التلفزيون يشوفونا. أستاذ وداد، الوقت يمر بسرعة، نحن اليوم أخواني وخواتي طبعا راح بعد برجع أكرر المقدمة نفسها مثل ما قالت الأستاذ وداد. طبعا برنامج بدون عنوان يأتيكم كل يوم ثلاثة من الساعة 10 وحتى 12 صباحا، ويعاد يوم الجمعة في نفس التوقيت تقريبا. برنامج بدون عنوان عبارة عن برنامج منوع، برنامج اجتماعي أسري توجيهي إرشادي نصائحي اقتصادي، يحاول يسلط الضوء على المشاكل اللي موجودة أو بعض السلبيات اللي موجودة عندنا في المجتمع، يحاول إيجاد الحلول لها من خلال طبعا المستشارين والأخصائيين والضيوف اللي نستضيفهم، أو من خلال تجاربكم، من خلال اقتراحاتكم، من خلال تعليقاتكم تعقيباتكم على هذه الظواهر السلبية إن وجدت. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفكنا منها، ونتمنى أني ما أقدم حلقات في هذا المجال، ولكن مع الأسف الشديد نحاول نحن نحط يدينا على الجرح ونحاول نناقش مثل هذه المواضيع، لأن تختلف فيها وجهات النظر في كثير من الأحيان، ويمكن ساعات في بعض المواضيع يمكن نأخذها بجرأة وبقوة، لأن نحن نؤمن بأن محتاجين أن نحل المواضيع هذه، ولو ما نحن ركزنا عليها ممكن تتحول ظاهرة. فالواحد يستانس وينبسط ويفرح حتى لو بينه وبين نفسه أنه يحس أنه يقدم شيء على الأقل للمجتمع اللي هو عايش فيه، للناس اللي هم حواليه، ويحاول أن يغير من نفسه ومن بعض الظواهر اللي موجودة. مثال بسيط بعطيكم إياه بالنسبة للناس اللي يقولون والله مفروض نحن ما نناقش بعض الظواهر ونهملها أو نقضي عليها بالإهمال بعدم مناقشتها أو تداولها. طبعا هي وجهة نظر ولكن ما تنفع في كل الحالات ومع كل الأشياء. أنا بعطيكم مثال بسيط، اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة، يمكن قبل فترة قبل كم من سنة ظهرت عندنا ظاهرة ويمكن كل لاحظها اللي هي فالنتاين دي، عيد العشاق، عيد الحب والخرابيط هذه اللي كانت منتشرة واللون الأحمر والواجهات اللي انتشرت. لولا أن المجتمع ولولا أن المتخصصين جزاهم الله خير ناقشوا الموضوع هذا مرة ومرتين وثلاث وبينوا حقيقته وبينوا أهدافه وبينوا وجهة نظرهم فيه وبينوا أن هذه ظاهرة دخيلة، كم ما قضينا عليها. اليوم الحمد لله رب العالمين هذه تمر ولا حد يحسبها ولا حد يدريبها. فلذلك نحن محتاجين، وقس على ذلك طبعا كثير من الظواهر، فنحن محتاجين في بعض الأحيان أن نناقش هذا. مش وفي ناس يقولون والله لا أنتم تسيئون للمجتمع بهذه الطريقة. طبعا نحن لا نحاول إساءة لا قدر الله، وإذا أنا بسيء اليوم مثلا، إذا بسيء لمجتمع الإماراتي ترى أنا من المجتمع الإماراتي، إذا بسيء لإخواني المواطنين ترى نحن مواطنين في النهاية، فأنا أسيء لنفسي ولأخوي ولأبوي ولربعي ولأصدقائي وعيال عمي وعمومتي وغيره. فأنا ما أقدر أسيء للمجتمع الإماراتي ولا أقدر أسيء للبنات الإماراتيات، لأن في النهاية هي أخت أم بنت أخوي بنت عمي وبنتي أنا وأختي أنا وزوجتي أنا في النهاية، فأنا ما أقدر أسيء للبنات الإماراتيات. فلا أي واحد اسمحوا لي على الكلمة بين قوسين يتفلسف ويقول لي هالكلام، لأن ما في داعي
نحن نناقش بواقعية أرجع أقول، ونحاول ننبه بعض الأهالي وبعض الأمهات وبعض الآباء الغافلين لا قدر الله بأن عيالكم هذا المسلك اللي يسلكونه، لأن نحن من شغالات الحياة وظروف الحياة والسعي في توفير سبل الحياة الكريمة والراحة لعيالنا قاعدين نغفل عن جوانب معينة، فنحاول نركز عليها في هذا البرنامج. كذلك بسبب انشغالنا في الحياة نحن كأزواج، نحن كزوجات ممكن نهمل في حق الطرف الآخر، ممكن ما نفهم الطرف الآخر، ممكن محتاجين أن أحد يوجه الطرف الآخر، فلذلك وجدت الأستاذة توجهنا. وكذلك يقولون العتب من المحبة وعاتب اللي تحبه، فلذلك في عتب على الإخوان والخوات المتابعين والمتابعات أن أنتم ما تأخذون استشارات، أن نحن ما نأخذ مكالمات، أن عندنا نبغي نوصل مشاكلنا، نبغي نوصل يمكن هذه الملاحظات وصلت شو وصلتني وصلت للإذاعة كذلك. فلذلك اليوم إن شاء الله راح نخصص الحلقة نتكلم فيها، بناخذ فيها استشارات وراح نقدم استشارات، وأستاذ وداد طبعا موجودة راح تقدم لكم الاستشارات اللي تقدر عليها، فأتمنى أنكم تتبعونها بحذافيرها إن أمكن إن ناسبتكم إن صح التعبير، لأن في النهاية أستاذ وداد ولا غير أستاذ وداد نحن بشر نحاول قد ما نقدر، واحتمالية الإصابة بالخطأ أكثر من ما هي للصح، فنحاول قد ما نقدر. إذا نحن متواصلين معكم على 600-551-610 ورسالكم نصيل قصير للسمس راح نستقبله على 600 أو 709 أو 7008. أنا أعدل الشاشة وأنت تفر يا محمد. زين كذلك لما طبعا محمد جهز لنا المكالمات نحن يمكن علقنا بعض المواضيع في الأسبوع اللي طاف فمنحاول أن ناخذها. المايك عندك أستاذ وداد إذا حبيت تقولي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أشكرك بيوسف على هالإطراء صراحة، المدح والثناء. مستشارة وخبيرة، أنا قبل ما أكون شيء أنا ترأمكم، جزاك الله خير. قدموا هذا الشيء على كل شيء ذكره بيوسف. واحد منو اللي تحاتي أكثر من الأم؟ الأم ما في حد، فدائما سبحان الله الأم هي الأم. ثاني شيء أتمنى لكم السعادة، جزاك الله خير، وليس أجمل في ذلك من حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأني تقريبا طوال هالأسبوع وكل مشكلة تأتيني تقولي أنا مو بسعيدة، أنا ما أحس بوناسة، أنا مش مرتاحة، وشو الحل؟ مليت. زين قبل ندخل في الموضوع استاذ انت عارفه دائما نسال عن الحلقه، عن الحلقه اللي فاتت ايه؟ ما ادري شو كانت الاصداء، شو كانت ردات الفعل، شو كان التواصل معك؟ والله كانت وايد وايد حلوه الاصداء الحمد لله، ما انا مو بمدحن في الحلقه لكن هل وجدت من الناس، لان كثير من الناس تبغى يسالوني في بعض اللي قلنا واللي ناقشنا وبعض التمارين اللي ممكن ناخذها حتى في العصبية، كانوا يسألوني كيف التمارين ذكرتيها شو نسوي، حتى في العطورات المستخدمة، حتى في طريقة التبسم يعني لهالدرجة. البوز زين بعضهم يعني الحمد لله رب العالمين يعني ذكروا أن بعض أزواجهم البعض من الأزواج يعني قد هربوا من المنزل بسبب الأسباب اللي احنا ذكرناها، فقلت الحمد لله أن احنا بعد يعني الحمد لله قريبين من الواقع يعني. أنا والله استأنست أنهم قالوا لنا هاي الأشياء فعلا. وأنا عاتبوني الرجال قالوا لي يعني أنت ما قلت عن الطلبات، أنت ما قلت عن الواحد يوم يدخل بيت على طول تسرد لسانها الطول وطلع له الطلبات. لا والله عن اللسان لا ما تكلمنا تكلمنا عن اللسان الطويل وتكلمنا عن البوس على قولتك. بس ما تكلمنا عن الطلبات. ما تكلمنا إنه بعد اللي هي ما عطينا الرجال كلامهم هم مش كلامي أنا ما يخصني، أنا أنقل وجهة نظر. فيقول الأستاذ وداد ما ركزت يعني شو الأسباب بعد اللي تخلينا نحن كمعشر رجال نهرب من المنزل، ما نجلس في البيت، نجلس ويا ربعنا، يعني من ضمن الأشياء أنا حتى يمكن كتبت بعض النقاط مع الأسف، يعني في رجال يقولون نحن ما عندنا تقدير، في رجال يقولون نحن ما عندنا احترام، في رجال يقولون ما في شعور بأني أنا قاعد أتعب أشقى، وهذا يقول في بعض الأحيان قد يكون سبب عمل المرأة لأنها تحاججني تقول لي أنت تعبانة أنا بعد تعبانة، ترى أنت تنشي الصبح أنا نشي الصبح، أنت العكس اللي أنا أبذل مجهود أكثر عنك أنت، فتحاججة يعني كثرة الطلبات وكثرة تحجج للزوجين. كذلك أستاذ وداد يوم بعد ذكر أبو عايد يوم قال أن وجود الأسرة في بيت العائلة الكبير
يعني كأم وأب عم وعمة يعني يجعل الزوج دائما يهرب من المنزل بحكم أنه ما بيهرب يعني يحس أنه خلاص مش متحمل عظيم المسؤولية. عظيم المسؤولية ممكن يتحملها اليد واليدة أو العم والعمة اللي موجودين في البيت. فقال بعيد أتذكر بعد هذا السبب إحنا ما ذكرنا. زين بعد في عندك موضوع اللي هو يعني التساوي ما بين وجودي وعدم وجودي. يعني أنا زعلان ما بزعلان ما في اهتمام. ما في اهتمام يعني زعلان ما بزعلان يعني الحرمة يعني مش مبالية غير مبالية هذا. فيقول أنا كذلك لاحظت بعد من بعض الرجال يقول أنا أرتاح يوم هي زعلانة مني. كيف يا أخوي كيف ترتاح يعني زعلانة؟ قال يعني تسكت أكيد. قال تسكت. قال ما تتدخل ما تحاوطني بالأسئلة ما تحاصرني ما تلاحقني ما تزيد طلباتها ما كذا ما كذا. طيب إيش يا أختي الحين أنت ليش توصلين لهالمرحلة أنه هو ينفر منك ويدور سبب للزعل عشان يرتاح منك؟ يقول مرتاح. يقول والله مرتاح راسي لا مكالمات لا ملاحق لا طلبات لا يوميات وين صرت وين جيت ليش تأخرت ليش ما تأخرت لا تحقيق لا اتهامات لا تحريات لا تحريات لا تجسس لا غيره ولا غيره. يقول مرتاح. صح. يقول فالزعل بيني وبينها يقول انا اصبحت ارتاح. فما ادري يا استاذ بدات شو لا هو بقى. طبعا هذه من ضمن الاسباب بس احنا يعني احنا ذكرنا المره اللي هل انا بالغ ولا الحالات لا هذه لا. اللي عندي مختلفه عن الحالات اللي موجوده هاي الحالات بس احنا شو نقول احنا ذكرنا يا احبابي يعني احنا شو ذكرنا ذكرنا الاشياء الرئيسيه اكثر الاشياء اللي هي تؤدي الى هروب الرجل من المنزل. يعني هاي اكيد احنا بندرجها درجناها بعد يمكن تكلمنا فيها من ضمن الحديث يعني او من ضمن الحلقه اللي طافت او اللي قبلها. لكن احنا يوم ذكرنا هروب الرجل ذكرنا الاسباب الرئيسيه عنده نفسه السته والاسباب الرئيسيه اللي تكون عند المراه هي نفسها. فنحن شو نقول يعني انه تؤدي لهروب الرجل يعني تكون عند المراه تؤدي لهروب الرجل. لكن احنا بعد يعني مو معقول احنا بنحيط بكل الاسباب في حلقه من ساعتين. نعم على اساس ان احنا يعني تركنا الحديث ساعه وللايميلات والتليفونات ساعه. فنتمنى انهم يقدرون ان وبعدين هم يذكرونا ليش لا؟ خلينا بالعكس يعني هذا شيء في ترى اقول لك هذا التفاعل يمكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا اياه في مجالسه صلى الله عليه وسلم ان كان اذا جلس مجلس طرح امر واصبح الصحابه يتناقشون فيه اللي يبدي كل واحد منهم يدلي بدلوه يعني فبالتالي يكون هذا الشيء فيه منفعة للجميع وخير للجميع حتى لو كان بصفة السين والجيم كأسئلة وأجوبة. نعم. يعني فبالتالي سبحان الله نقول إحنا إن شاء الله منكم نستفيد. إحنا الأشياء اللي ذكرناها مجرد أشياء إحنا نشوفها رئيسية لكن أنتوا بعد عليكم أنكم أنتوا عيالنا وإخواننا أنكم أنتوا بعد وخواتنا أنكم أنتوا تساعدونا في بعض طرح بعض والله الأسلام. انا دائما فاتح الباب اقول لهم دائما تواصلوا ويانا اي شيء تبون الحوار والنقاش في هالشيء حتى العكس اللي في مواضيع معينه انتم تبون يعني انا معظم المواضيع يعطينا احنا نتاج طيب وين اجيب المواضيع انا وين اناقش ترى الناس تكلمني اطرح كذا سو كذا قول كذا هات كذا فهذا اللي يخليني اطرح المواضيع ولنا بس احنا بعد نسينا شيء واحد اللي هو بيوسف نسينا هروب المراه. نعم زين بصراحه يعني احنا خلنا من الاسباب الرئيسيه والفرعيه لهروب الرجل. احنا عندنا في الزمن هذا نعاني من هروب المراه وهو الشيء اللي لازم الحين نركز عليه لان هروب الرجل تقريبا لا تقوم عليه كل المسؤوليات انما يقوم عليه جزء. أنا قلت هروب المراه حق الرجال اللي عندي كان يقول وين يا اخوي نبغين يهربن هربت ما حد لا والله في منهم يقولون نبغين يهربن زين عيني يهربون ويهربون ست اللي مترصدت اللي 24 ساعة منها تصير عند أهلها تصير عند ربيعاتها تصير تغير بالعكس أنا اللي شفته الحين في خلال هالجلسات كم من جلسة خلال هالأسبوع أغلب البنات تقولي أنا نفسي أدخل أشتغل ما يخليني أشتغل نفسي أطلع أتعلم تعليم يعني أعلى ماجستير أو دكتوراه ما مخلني نفسي أسوق سيارة ما مخلني ليش زين هو رايلها ما مخلني لا ليش لأسباب عدة لا لأسباب السبب الرئيسي خوف الرجل من تغير المرأة عليه صح ولا لا هي. فهذا
لان يشوف الحريم اللي يشتغلن ولا عندهن سيايير او حاصل على شهاده عليا مثلا يشوف المشاكل اللي عندهم فيقول لا ابوي خلها في البيت اخوي خلني اعطيه لا افضل عنك انت وراتبك انا ابوي بصرف انا بعطيك انا كل شيء بس اللي يصير هنا داري العيال وداريني انا وما يخصك في العالم الخارجي ايه فهو يباهي هي تقول انا مو بيالسف مع اساس السيد يعني في البيت لاحظت ان هذا واقع ولاحظت ان كثير من اللي يصير يتزوج على زوجته او يدش في علاقات محرمه يدور هذه النوع من المرأة يقول حرمتي اللي في البيت يعني لا أقصد إذا هو مر مشاكل مع زوجته سنين طويلة والله اليوم يعني في واحد يكلمني عن حال المهم فإذا دش في مشاكل كثيرة مع زوجته زوجته تداوم زوجته تشتغل زوجته من النوع اللي هاربة من المنزل زوجته من النوع اللي يمكن مجحفة أو غير مقدرة أو إلى آخره يدور يبدأ أنا أتكلم عن العاقلين ما أتكلم عن اللي يدور اللوث اللي في الشارع وأي وحدة وخذها وها لا أتكلم عن الواحد يدور احتياجاته كرجل يصير ياخذ له وحدة من هالآسيويات أو من برع يجيبها أو من بيت كذلك يمكن يكون من المواطنات وها يدور وحدة بمواصفات معينة عشان يعني عشان ياخذها وهذا ما يخصها لا في العالم الخارجي ولا أنا وبس تخدمني ساكتة تخدمني مو بساكتة لا العكس لا عيش وياك زوجها هي لكن هي يعني ساكتة ما تعاند ما تردد ما تشوف نفسها ما تتكبر ما إلى آخره ياخذ بس تظل لغة التواصل بينهم مفقودة حتى ولو كانت مجرد فعل بينهم والله ما واحد صدقني ثاني شيء بيخليها كذي بدون عيال لانه هو مش مستعد يبنى عيال واذا يبنى عيال صراحه بيتحمل باشر ما يفكر باشر بيتحمل يعني جرح اولاده له يعني هالشيء الثاني فانا اتمنى يعني قبل ما نبتدي عندك خط لا قولي زين انا اتمنى قبل ما نبتدي نتكلم عن هروب المراه زين هروب المراه لانه موضوع قصير فنحن بناخذ مكالمات شوي وبنرجع له مره ثانيه الو الو مساك الله بالخير بالنور والسرور يا طويل العمر اول شيء مشكورين على البرنامج هذا الحلو وانا اتابعه من فتره طويله يعني بس اليوم حبيت اشارك جزاك الله خير منو معاي وياك سالم ابو محمد سالم ابو محمد من وين يا اخوي سالم والله من الشاذ تفضل يا طويل العمر الله يخليك وشكرا موصول طبعا استاذتنا الله يبارك فيك ويسلمك ان شاء الله وانت اخت والدتنا عزيز وغالي الله يبارك فيك الله يسلمك يعطيك العافيه انا بتكلم بس يعني شيء بسيط يعني حسب الرجل يعني يوم يدور اعذار اعذار ان الرجل المراه هي البرست عليه او الضغط اللي سبب له المراه للرجل بالعكس المراه اذا تعطيها حقوقها كامله زين مستحيل انا متزوج من زوجتين عفوا زين وانا من نوع الله يسعدك البيتوتي يعني البيتوتي اللي ما اطلع يعني لا تقولي لي اصير مجالس او سيارات من عملي بيتي ومن بيتي لعملي ما دام الانسان انا اعطي زوجتي حقوقها او اخذ لها الشيء اللي هي تباه يعني سواء مصروفاتها او بيتها او حقوقها او يعني كامله ما مستحيل بتقول لك تعال وسولي يعني بتضغط عليك لا بالعكس انا زوجتي اقول لك وهذا بيتوتي يعني انا يمكن اتملل بس بالعكس ابو محمد انا ادي واجبي كامل زين الزوجه هي بتقابلك في نفس الشيء ابو محمد تفضل ناوي تاخذ الثالثه هي دبلوماسيتك هذه وتحيزك ناحيه النساء يدل على هالكلام ناوي تاخذ الثالثة او تهيئهم ولا شيء لا والله اخي اكيد هي سالفة مو بتحيز انما تابعنا ما قلت قلنا اختنا انت قلت بلسانك اختنا وامنا انت ما سمعتني يمكن يوم الخميس انا رويت قصة الصبح في البرنامج نعم واحد صارف على عرسه تقريبا 2-3 مليون ما شاء الله انزين ويعطيها شهريا 10,000 درهم او 5,000 والله ما اذكر لكن في حدود 10,000 درهم فوق راتبها فوق راتبها يتشتغل موظفة واو ريال ما شاء الله عنده خير مقتدر زين فوق هذا كله عقب شهرين او 3 شهور جايتنا زيد لي العشرة خلها 20 ليش لانها متغاضة من اختها اللي رايلها جايب لها بنت لي معي اختها هي يعني رايل اختها نسيبها جايب حق اختها يعني زوجته جايب لها بنت لي
فهي حين متغايبة وضاربة بوز وحالتها لله وياها عند الريال هذا وتقول له والله زيد لي العشرة خلها 20، فصار خلاف بينهم. يقول هو طبعا كان 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 موجه استشارة لأحد المستشارين. فالمهم قال له الحين شو أسوي؟ قال أنا ما عندي مشكلة مو بعشرين، قال لو تبغى 50 أنا بعطيها، لكن هذه أنا متعود عليها خلال هالفترة اللي طافت اللي هي شهرين أو 3 شهور أن تطلع بال50 وما ترجع فيها. يا الله. هي والله. فالمهم دارت الاستشارة بينهم وقال أخوي هذه إذا كذا علبة هاي بتخليك عبساط الفقر، طلقها وافتك منها. بصريح العبارة قال لي ياكي، قال الله يعوضك عن 3 مليون ما بينك وبينها عيال مدام أنك على البر أخوي، فطلق وافتك. قال والله أنا شوفني بسوي كذا. فظني واصل الموضوع بينهم للطلاق. فالسؤال الحين اللي يطرح نفسه مثل ما تفضلت وقلت أنت، إذا لبيت، هل هي قاعدة أني أنا كرجل إذا لبيت كل احتياجات الزوجة من جميع النواحي العاطفية والنفسية والجنسية والمادية وإلى آخره، هل أضمن بأن الزوجة هذه تكون ممتازة وياي، تكون مقدرة، تكون محبة، تكون محافظة، تكون وتكون وتكون؟ ما أدري السؤال راح نوجهه للأستاذ. أنا برد على هذا السؤال زين، بتشوف يعني أنا بتكلم ياك، أنا عندي أمية زوجة أمية وزوجة متعلمة، متعلمة دكتورة ما شاء الله. اي نعم قاعد تشوف الفروقات يعني. نفس الشيء. وانت شو عندك؟ ها؟ انت شو عندك؟ انا وصل انا موظف عادي يعني ثانوية. اي تقريبا. والله قونت الصراحة ابو محمد. احسده ما شاء الله عليك. قول ما شاء الله. ما شاء الله. قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زين اخوي وموفق جنبين ابو محمد. الحمد لله. والله اقول لك عندك رقمه هذا خلنا بنتصل نسوي حلقه. صح وعنده ثانوية عامة صح وموظف. لا لا ما يخصه بالشهادة، لكن عاطفته شهادة دكتوراه. صح نعم. فعشان كذا مغطي الزوجتين. ما شاء الله عليه يعني مغطي الزوجتين. ما عندك مشاكل؟ هذا الذي ينقصك انت. ما في بيت يخلى ما في مشاكل. لا مشاكل عادية، هاي البهارات مو مشكلة. عادية عادية يعني. هذا ما هذا البيت ما في يعني، هم يقول لك ملح البيت هاي الدقدقات وهاي. بس يعني اذا وفقت بين الاثنين، ان انا قلت لك اعطيتهم حقوقهم كامله، صدقني بيقابلونك يعني. شوف انا ما اقول هاي امي وهاي امي، لا هاي اقول لك متعلمه وهاي امي. شوف يعني انا البي لهم كل متطلباتهم ما شاء الله، يعني ما اخلي شيء. بس مجرد انا عزت مثلا اسافر، والله اقسم بالله ان يوم ثاني جهزوا لي شنطه. ليش ما يقول انت تقصر في بيتك وانت تبي تسافر وانت هاي وايد تسوي ترى. زين تسافر يا منو؟ انت تسافر شغل؟ لا انا مثلا اذا بسير مثلا يعني يا ربعك مثلا؟ لا لا ولا ربعي ولا شيء، انا عندي اخوي وعمي بس، هذا جروبي يعني يعني اللي هم اصدقائي واهلي نفسهم. فهم عارفين جروبي. عمك عمك ولا عمك ابو حرمتك؟ لا عمي ابو اخو الوالد. عمي خليص. ايه وتصير وياهم كل وياهم. ايه اصير وياهم وياهم. هذا في السنة يعني من سنة لسنة. متفاهمات ابو محمد؟ لا بس مو في بيت واحد، هم بيت وايد. لا اوكي بس مو متفاهمات؟ في شو؟ متفاهمات يعني يتواصلون يا بعض وكذا ولا؟ والله بيني وبينك الزوج الاولى ما اعتقد انها هي صراحة تكون صديقتها وهذا وشي. بس الثانية اللي هذا نقول انا ما اقدر يعني على اساس ما تسوي كلام وقيل وقال. طلب عني سألت انا عندي شيخ مطوع يعني امام مسجد صديقي يعني. قلت اخوي عبد الله تي الموضوع، قال الله يخليك خليهم بعيدين عن بعض ولا انت ما بتحصل عقبا يعني المشاكل بتيك بكنصب. صح الحين هم بعيدين وشويه ها يسوي لك نواشي. ما انت بروحك يبالك حلقه يا ابو محمد استضيف زي عندك. هي هي خلاص هاي خزلنا رقمك خلاص تتواصل. الله يعطيك العافيه. الله يحفظك. لا اهلا وسهلا. تنصح ابو محمد الواحد يعدد؟ تنصح الواحد يعدد؟ والله انا لا 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 الله يخليك لا تجاوبني عن يصيبونك. لا لا اقول لك انا عندي انا اسمعني انت اسمعني الكلام هذا وايد مهم بالنسبه لك. انا عندي ترى واحد هذا ميلس واحد من المستمعين بس في 12 حرم الله يخليك بيصيبونك بالعين. خليك سالم على عمرك اخوي توكل على الله. الله يحفظك ان شاء الله. والله يستر عليك. والله ييسر لك امورك. والله يسعدك ان شاء الله دنيا واخره ان شاء الله. وياكم ان شاء الله. الله يحفظك يا ابو محمد. انت شكلك امك داعت لك ليله القدر. الله يخليك يدخل بحبك ان شاء الله. الله يحفظك يا ابو محمد. يا الله باذن الله. حياك يا طويل. ترى هو في مساله تعدد الزوجات بينجح الزواج اذا كان بنفس الطريقه اللي قالها. ما
ابو محمد. يعني لازم البيتين ما يكون البيت تكون الحرمتين في نفس البيت. افضل كل واحدة بيت. واذا ملحق كل واحدة ملحق افضل. ويوفر طلبات الاثنين في حوش واحد. يكون هاي الهباب وهاي الهباب. لا هاي يشوفها ولا هاي يشوفها. افضل. وفر طلبات الهنتين هو بيعيش سعيد. ويعدل بينهم في 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 جمع يعني في الذهاب للجمعيه في ذهاب للسوق في ذهاب من طلع من الذهاب في السفر في يعني لازم سفر هاي في طياره سفر هاي في طياره سفرها رحله بحريه سفر رحله بحريه سفرها بريه يسفرها بريه. حتى لو بيكتب ابيات شعر اتذكر في يوم من الايام رجل عنده زوجتين فسار في سفر يعني بس عن طريق البر. ففي السيرة الأولى طبعا تقدمت هي لسه قدام والحرمة الثانية وراء. المشكلة كيف بيسوق سيارتين يعني هو واحد لازم هي لسهم ثلاثيناتهم وراء لا ما يلسهم لازم واحدة تكون قدام زين. فكانت الأولى قدام والثانية وراء فهو أخذ يعني وأثناء السواقة تعرف الواحد سار في السفر ودرب وسوالف وشي وضحكة كتب فيها أبيات شعر زين. الحين في الردة كتب في الثانية كتب في الثانية هي لسه قدام والله قوية لا قالت لي أنت كيف أبيات شعرك الأولى كانت أجمل من الأبيات اللي فيني تغزلت فيها أكثر يعني هناك الظاهرة كأنهم هم سارين مشتاقين للمكان اللي هم بيسيرون له أو بعد النفس بعد مرتاحة هذا شاعر يعني فيوم في الردعت خلاص تعبانين هلكانين ما يبغى بعد فحتى من الشعر إغارا فلازم الواحد خاصة صاحب الزوج الأولى ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع يعدل بينهم في الكلمة يوم قدر يركبهم في التنات في السيارة شاطر الله خلاص نقول له شاطر شاطر ألو السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته بعيدة كيف حالك هلا والله يا بعيدة كيف حالك يا بعيدة الله يبارك فيك الله يسلمك والله صراحة أنا كنت في عدة مجالس وعدة أماكن والله وايد يمدحون البرنامج وخاصة اختيار الموضوع واختيار ضيفة البرنامج صراحة الله يسلمك اليوم أنا كنت في مدرسة عائشة بنت عبد الله في عمان هاي مدرسة ما شاء الله نموذجية فنسوكم صراحة يعني الأخوات المدرسات مدرسة بنات هذه صراحة هاي شهادة يعني لكم ومن كل الناس بالنسبة لموضوع اليوم أنا كنت جالس في مجالس أحد الإخوان وكل مرة يتصل ويحول تليفون إلى غرفة فبعدين بسأله بقول له هو أنت بستوي بدالة قاعد تحول تليفونات قال لا أنا عندي أربع حريم والتليفونات ورجال متقاعد عندي أربع حريم وكل أربعين شكل الحلقة اليوم بتتحول لتعدد الزوجات ببهدلوا لا 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 ما عندي عدد الزوجات عندي أربع زوجات وفي بيت واحد وسفرة واحدة وطاولة واحدة وكل شيء ومسوي لهم البيت يمكن ما لا يقل فيه عن 16 غرفة والله هذا أكيد بعيدة بعيدة صبر صبر شوي بقول ها أكيد مخالف لقانون البلدية وين وساكن في دبي ولا في عمان إذا في دبي بنتكلم يا بلدية دبي عشان تتخذ في إجراء إلا إذا مسوي في المعود هذا ياس على كل ما شاء الله عليك وأنا سألت السؤال ما بعد تعدد الزوجة كيف أنت استطعت أن توفق وتعيش مثل ما تقول بحناء والسعادة وأنا أشوف هذا الأولاد الداخلين ولد هذه ولد هذه ولد هذه بهذا قال هذا التوفيق من سبحانه وتعالى وإدارتي كأسرة وزعت يقول الحقوق والواجبات بالتفصيل على كل وحدة هاي بالنسبة لك أما بالنسبة لي أنا ومعايدة صراحة أنا كنت أتبع معاها أسلوب جميل جدا صراحة وأتمنى أن كل يبقى أسلوب بسيط جدا ما يبقى حتى ندخل ونتعمق كبير امدح تنجح مع الزوجة أكيد تنازل تسترح وتستريح اي صح هذه صراحة أي شيء أبدا مهما كان رغم
ان نحن متزوجين سنة 1981. بيننا احترام، بيننا ثقة، بيننا محبة، بيننا وبيننا هي تاج راسي وانا تاج راسها. الحمد لله. والحمد لله. الله يديم عليكم السعادة يا وايدة. وهذه المرأة، وهذه المرأة والكل يعرف هذا الشيء، كافحت وناضلت، هي اللي ربت الأولاد وليس أبو عايدة، لأن أبو عايدة كان متغرب يا في دورات يا خارج الدولة، يا كنت أداوم في إمارة بعد عن الإمارة اللي أنا فيه يمكن أكثر من 150 كيلو يعني. فلكن المرأة بحاجة إلى الاحترام والمحبة والكلمة الطيبة. أنا عمري ما وجهت لها كلمة جارحة أو نابية، على طول اتنازل. والله مو مدحن فيك انت ابو عايدة، يعني انت ما وجهت لها كلام كلام جارح ولا هذا. لا 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 لا، هي اللي ما دفعت انه يعصب او لا لا لا. يعني قيدته وربطت لسانه. والله العظيم انت تعرف بعايدة برا، يعني يعني تبغى تقول لي بعايدة، يعني هي لو كانت من من النساء اللي تكلمت عنهن ام محمد اسبوع اللي طاف، صليطة اللسان، نكارة، ما تحترمك أو 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 إلى آخره، وهي محشومة عن هذا وحريم لك لهم محشومات طبعا. هل أنت ما كانت راح تستثيرك؟ ما كانت راح توصلك لمراحل مثلا من الغضب وفلتان الإعصاب وإلى آخره؟ لا ما بتوصلها بعيدة غير. لا لا بعيدة، أنا اللي عارفه أنك أنت غير. أنا تعاملت وياك وجها لوجه، تعاملت معاك عبر الهاتف. بعيدة طبيعته هادي ممكن، وإنسان يعني من في من النساء تعرفين شو يسوون؟ ما شاء الله حديثه جد، دائما طيب ودائما مدح وسناعه يسبق يعني شو كل جملة يقول. مو أحلى شخص في التاريخ. الله يحفظك يا أبو عايدة، حياك الله، تحياتنا لك وتحياتنا لأم عايدة، والله يحفظكم إن شاء الله ويحفظ عيالكم، والله يوفقكم، الله يحفظك يا طويل العمر. شوفي بقول لك، في من الحريم شو يسوون؟ شو يسوون؟ أنت عارفة طبعا طبيعة المرأة أنها يعني عندها لسان وصليطة اللسان، وطبيعة الرجل انه يستخدم يديه من خلال الحالات اللي تمر عليه، فتستفز الريال، تستفز الريال، تخليه عصب، تخليه دخن، تخليه شعوط. انزين ليه ما يطلع منه كلام ويمكن توصل لمد اليد، وعقب تقول والله تيست تبكي. هاي يوم ينطبق عليها المثل اللي هو ضربني بكى وصبقني واشتكى. طيب يا اختي يا بنتي، ليش انت اصلا وصلتي لهالمرحله؟ شفتيه عصب خلاص اسكتي عنه، خلي ما تعرفين شو اللي يدور في راسه، ما تعرفين وين جاي، ما تعرفين شو الضغوطات اللي عليه، ما تعرفين شو الديون، المدير شو قايل له ولا شو مستوي فيه ولا منو لاف عليه في الشارع و الى اخره. خلي لا تزيده تزيد تزيد تزيد. بعد من ضمن القصص اكيد مرت عليك، طبعا اليوم هذه المراه تبكي دموع من دم زوجها من ضغط، وقامت من بينهم مشكله، فيقولها قومي خليني اطلع، يبغي يطلع من البيت، يبغي يشرب. وانت ممكن هاي النصيحة دائما توجهون انتو كمستشارين، وانت دائما تقولين هذا الكلام استاذ وداد. قامت قفلت عليه الباب، ما تطلع الحين، اطلقني وما ادري شو، وانت انضغط الريال، بغي يسمونه حاول يتكلم وياه، هو ما له خلق الحين يضارب لانه في داش في حالة معينة، حالة صحية معينة. المهم شوي 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 من كثر الضغط، من كثر كذا، ضربته سكتة قلبية، مات الريال. لو فتشت الباب، لو خفت عليه، لو ما وصلت لها المرحلة، شو استفادت الحين؟ وأولى وعيالها يتهمونها بأنك أنت قتلتي أبونا. ما علي، اليوم بيتهمونها، بس هي بتستانس، بتقول مات، ترملت والله ورثته. الحين يجسمون حلاوة في الطلاق، سوون حفلات على الطلاق. زين تدعي عليه مو ظاهر الصبح إن شاء الله شاحن الدوسة. ما مدى صحة هذا الحديث؟ صدق. أيما امرأة باتت وزوجها منها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا اسأل فيه لها. في حديث ولا أهل العلم. اسأل فيه أهل. لا يخصني. ما سمعتي؟ سمعته. ما مر عليك؟ مر علي. طيب كل مرأة اليوم إذا هي تفكر في هذا الحديث، أنت متخيلة شو وضعها مع زوجها؟ تقول خلت العني. كم مرة نقول لهم إحنا؟ قالت خلت العني من اليوم لمباشر. معقولة؟ علي يوم أنا أتريع يعني ما لعنت الملائكة إن شاء الله 20 ملك ولا من ملك العنون بعد. تقول هو عيل أنا، تقول يوم خنت ليش خنت؟ ترى هو يالس بعد يلعب الحين، أنا ما أبغي خلت العنة. طيب أستاذ وداد الحين سؤال، هم الريال على أي أساس يستبيح فرج المرأة ويستبيح المرأة هذه؟
كيف يعني السيف؟ يعني كيف استباح يعني رجل وامرأة ما بينهم أي علاقة؟ هيه. صح ولا لا؟ كيف يستبيحها بعد عقد شرعي كلام الله صح. على كتاب الله وسنة نبيه صح. صح صح اتفقنا زين. طيب إذا أنا بخالف شرع الله سبحانه وتعالى وما بتبع حديثه وبسوي عرس مثلا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وفيه ما فيه من محرمات هو على العرس والله لا لا لحظة شوية ومن ناحية المعاملة ومن ناحية الأسلوب ومن ناحية ما براعي لحديث هاي وبقول هالكلام اللي أنت تقولينه والله خلت العين الملائكة كيف أي امرأة خرجت من بيت زوجها دون إذنه لعنتها الملائكة وكل ما في الطريق حتى ترجع طيب كل شيء لعنك أنت كيف طيب تبين تتوفقين في حياتك مع زوجك في بعض ما تعرفش يقولون كل إحنا اللعنة علينا كل اللعنة علينا لعن رسول الله النامي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر طيب أنت قاعدة تحاربين الله سبحانه وتعالى زين فهم يقولون إحنا كل علينا اللعنات كل طرد من رحمة الله كل طرد من رحمة الله بعدهم الله. إحنا إذا في هالمسألة أنا ما أبغى تقول لي خل لعنة الله تحل علي وملائكة تحل علي ما أبغى هذا دي. كلام كبير وكلام يخوف لأن أصبح وصلنا لهذه العقلية هذه مصيبة هذه هربت من بيته هربت من بيته فهروبها من بيته كان يسبق هروبها من غرفته هروبها من غرفته كان سببها هروبها من فراشه فليسأل كل رجل نفسه لما هربت زوجتي من فراشي هذا سؤال الحين كل ريال يسمعني يسأل نفسه ليش زوجتي تركت فراشي ليش هذه إذا كانت تارك فراشي إذا كان ترك فراشه أنا أقول لك في عندنا زوجات ترى ما أنت بيوسف اليوم كله أخذتنا في مواضيع متعددة إحنا قاعدين بنمشي النظام نحن لا ما قاعدين بنمشي في عندنا إحنا أنت اليوم قلت بس إحنا عندنا مكالمات استشارات بس عندنا ما هو أهم شوي بعد من الاستشارات إحنا عندنا زوجات في زوجات هاربات من المنزل قولي لي ليش ما هربت يلا. من المنزل هربت حتى من غرفة الزوجين ما هربت من غرفة حتى من فراش زوجها فليسأل كل رجل نفسه لما زوجتي هربت من فراشي من غرفة نومي خذت لها غرفة بروحها في البيت ليش هربت من غرفة النوم الأخرى طلعت برا على البيت ليش زوجتي موجودة في بيت أهلها تأخذ غرفة بروحها في البيت تأخذ غرفة بروحها يعني أنت في غرفة وأنا في غرفة ليش الحرمة تقرر هذا هي نعم الحرمة تقرر هذا انت سامع يا محمد محمد انت اليوم اليوم كله تليفونات بس احنا نبغى شوي انت احنا نبغى الولد هذا يتزوج انت حين تقولي لي لا والله العظيم لازم يسأل كل رجل نفسه لما تهرب زوجتي مني معناته اول شيء اول شيء مثل ما يكون هناك اسباب لهروب الرجال من النساء او من المنزل ككل يعني من بيت الاسرة كذلك ايضا النساء يهربن من الرجال ومن بيت أسرة الأسرة أسبابها كثيرة السبب الأول الأنا والذات أصبحت المرأة في هذا اليوم أنا فلانة انتهيت من الثانوية العامة بنسبة 95% أنت منو كم نسبتك في الثانوية العامة 60 يلا يلا انت نجحت 59% هذا ثانوي عام يمكن ما عنده متزوج دكتور الله يرحم والديه ما عليه والثانيه حاله استثنائيه والثانيه حاله استثنائيه انا اقول لك واكيد لو جلسنا يا ابو محمد انا بطلع لك شو الحاله الاستثنائيه زين هذا واحد اثنين انه انت منو انا خلصت الجامعه انت اللي على شهادتك الثانويه انا معاشي أعلى عن معاشك ب10,000 ولا ب15,000 أنت من؟ الحين قد تكون حالة واحدة أو قد تكون جميعها مجتمعة صح كذا؟ إيه ممكن وممكن تقول لي بعد شو أنا خلصت الماجستير أنت بعدك على الجامعة شايف نفسك على بشهادتك الجامعية أنا خلصت الماجستير أنت بعدك على الجامعة أنا خلصت عشان تعايرة ولا عشان تحفزه؟ لا 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 هذا عشان تعايرة الله يسلمك شو أنت عاد؟ فهني عنده شو شيء اسمه أنا فأنا لا عندي الأنا أنا العالية هي العالية اثنين فهي تشوف نفسها عليه فبالتالي يوم تدخل البيت عنده سواء مع السنة الأولى للزواج سنة الثانية من الزواج دائما لما تكلمني المرأة في هذا الشيء تقول لي أنا تصدقين أستاذة أنا متزوجة من حوالي سنة أنا
اسمي كذي، انا من العائله الفلانيه، انا شهادتي الثانويه العامه ماخذ 96%. هو تعرفين كم استاذ 59%؟ انا تعرفين تخرجت من الجامعه، انا مو من جامعه الامارات تقولي متخرج، انا متخرجه من الجامعه الفلانيه. زين، وهذا اصعب، هي اصعب جامعه من الجامعات في الدوله وعلى مستوى الدوله، فبالتالي انا اعلى منه، انا مستوى اعلى منه، انا ادري اشتغل في المكان الفلاني، هو يشتغل في المكان الفلاني، شو المكان الفلاني، انا اشتغل في المكان هذا العالي، الى جانب سبحان الله المعاش، الى جانب الشهادات العليا اللي تاخذها، تذكر كلها. بعدين انا اصرف على البيت، انا اللي اصرف على البيت، هو معاشه في شو سعر، سعر في السيارات، سعر في دربها اللي يروح من اماراتنا الى الامارات الثانيه، سعر مع اصحابه في سهراته، فبالتالي يشوف عنده الانا. ثاني شيء، فهذه اول وحده تهرب من البيت، فتطلق احسن، يعني ما بخسر اي شيء. لا هو لازم هذا التعالج، هي قصدي تقول لي كذا، يعني لا انت، يعني انت لازم تحترمني لذاتي انا، انا اسمي، مكانتي، العلمي، أدبي، يعني تحس ان هذا هو، هذا هو برنامجها في الحياة انا، زين، فلازم تطيع وتمتثل. اثنين، عندها ادارة ذاتها، اولا اهم شيء عندي في الدنيا انا، في ادارة ذاتي، ساعاتي، انسي، فرحي، يعني ترويحي عن نفسي، استرخائي، لا ما يخصني شو، كل الوقت انا مع زوجي، طول الوقت انا مع عيالي، لا بيصير. انا لي ادارة ذاتي، اني انا بطلع من شغلي، بدخل الجيم، بطلع من الجيم بروح اشرب لي كوفي، برد البيت الساعة 7:30 ولا الساعة 8:30، هذا الشيء اللي انا استطيع. الحريم غير هذه الدكاترة اللي يطلعون لنا بين فترة وفترة في ذاتك ومدري شو وانتي وخلي ولي وخل هذا، وخربوا علينا الحريم فهم بس على اساس يستدرجون الحريم، وعلى اساس وهم اكثر ناس فاشلين في بيوتهم وفي حياتهم. فإدارة الذات عندهم هي إدارة ذاتها بهالطريقة، حتى لدرجة أن وصلت بعض، يعني عند بعض النساء، يعني أن في إدارة ذاتها تقول لا هذا حقي، أني أنا في إدارة ذاتي، أني مثل ما أنت بتسافر مع ربعك، أني أنا أسافر مع صديقاتي، في كل سنة سفرتين سافر مع صديقاتي. الشرع محرم زين السنة بدون محرم؟ لا، ما أنتم حين رفقة مأمونة، هي رفقة مأمونة، احنا كلنا حريم ونسافر مع بعض، ويسرون أماكن بعيدة، يسرون كازاخستان، يسرون يعني أماكن وايد بعيدة، روسيا، يسرون لك الحين ما تركوا الدول الأوروبية اللي هي مثلا الحين سويسرا، يعني إيطاليا، هاي لا تركوها الحين، بس الحين أمريكا، بس أستراليا، هي فأصبحت عندها، أصبح عندها أني أنا من حقي أسافر مع صديقاتي، أنت مو من حق تسألني ليش سافرت. يعني لدرجة أني أتذكر واحد من الرجال يقول لي أنا مو مصدق اللي أنا فيه، من الوضع اللي أصبحنا فيه، من يعني الحالة الاجتماعية اللي أصبح عليها مجتمع الإمارات، أن زوجتي من ضمن 7 نساء كلهن متزوجات، لكن كلهم يسافرون هالرحلة مع بعض، رحلتين في السنة، فإذا هاي 7 بيوت أو 8 بيوت الحريم سافرون مع بعض، عيال من يرعى هذا البيت، من يرعى هذا الزوج، من يرعى العيال، من ينتبه للخدم سبحان الله، وما الخدم عليه من مآسي وهموم ومشاكل يعني وانحرافات. فبالتالي يعني سبحان الله إدارة، وين أخوانهن، وين أبان، لا هم خلاص عودوا ومشوا مع سيستم، كانوا مبرمجين، الرياييل أصبحوا مبرمجين، بحيث يقول لك أنا ما أقدر أقولها شيء، طبعا ما أقدر يقولها، ليش تعرف ليش ما أقدر يقولها شيء؟ لأن ضعيف أمام اسمها، أمام دراستها، عطايا أمام هي.